بقالي يمكن دي انا بقالي 6 سنين في فرنسا، وكنت عملت ريكورد. انا اول بنت مصريه تحترف، ده كان حلم وطموح بالنسبه لي. انا من 2010 هنا، بدات في درجه ثالثه وبعدين صعدت الثانيه، وبعدين ربنا كرمني لعبت دوري ممتاز السنه دي. بالنسبه لي موسم استثنائي الصراحه. كانت الناس كلها او الناس القريبين مني في فرنسا هنا، اصدقائي يعني، ما كانوش متوقعين ان انا هلعب كميه المباريات ديت، واني هشارك ويبقى ليا دور مؤثر. لكن الحمد لله السنه دي عملنا حاجه كبيره جدا للنادي، بقى لها سنين ما حصلتش. وصلنا نهائي كاس. احنا عندنا في فرنسا 3 بطولات، عندنا الدوري وعندنا كاس فرنسا وعندنا كاس الرابطه. لكن وصلنا قبل نهائي كاس الرابطه، وصلنا النهائي كمان واخدنا الميداليه الفضيه. خسرنا من بطل الدوري فلوري اللي بيلعب في الشامبيونز ليج، فريق قوي جدا، فرق حتى في الامكانيات، في الفلوس، في كل حاجه. الحمد لله لسه كسبانين اول امبارح، وصلنا نص النهائي في بطوله الدوري. وان شاء الله عندنا يوم 20 ماتش في ارضنا ان شاء الله، المفروض هو الديربي يعني، نيس قدام طولون، نص نهائي كاس فرنسا ان شاء الله. لو ربنا كرمنا قدامنا نكسب الماتش في ارضنا وسط جمهورنا، اعتقد هتبقى حاجه تاريخيه ان احنا نلعب نهائي كاس فرنسا في باريس ان شاء الله. وده حلم كبير جدا يعني، حاجه ما كنتش احلم بيها. الحمد لله فضل دعاء امي وابويا ليا، والحمد لله يعني شايفه ان في حلم بيتحقق قدام عينيا ان شاء الله. مروه مكمله يعني ان شاء الله، شايفه ان لسه مشوارك في الهاندبول كلاعيبه كويس ومكمله، وحتى بعد من نهايه مشوارك بالاعتزال هتكملي في التدريب وهتكملي في فرنسا؟ كان بالنسبه لي طبعا مكمله ان شاء الله. انا عقدي يخلص مع نيس، مضيت 3 سنين، عقدي يخلص ان شاء الله شهر 6 2018. كويس، ربنا يصحى وطولة العمر ان شاء الله يا رب. فبالنسبه لي طبعا مكمله ان شاء الله. طول ما انت قادر تدي في الملعب، اعتقد يعني لازم اكمل ان شاء الله بالنسبه لي. وبعد ما اكمل ان شاء الله موضوع اللعب واوصل لطموحي واوصل لحلمي ان شاء الله، واحس ان انا خلاص اكتفيت، مش هقدر ادي اكتر من كده في الهاندبول، او حسيت ان في مكاني مش هقدر احافظ عليه، اعتقد ان انا هعتزل. بس قبل ما اعتزل طبعا في سنه لازم اكون معتزله فيها جوه النادي الاهلي ان شاء الله رب العالمين، بيتي ومكاني. طبعا ما فيهاش كلام. في سنه لازم اختم فيها حياتي طبعا بعد اذن النادي الاهلي طبعا. ايا كان مين وقتها هيكون مجلس الاداره الموجود، اتمنى ان انا اختم حياتي في النادي الاهلي، ان ده المكان اللي طلعت منه والمكان اللي خلو عليا. ف طبعا ان شاء الله هعتزل فيه، وطبعا مكمله زي حضرتك ما قلت موضوع التدريب. كان اوريدي من سنتين ثلاثه كنت ماسكه فرقه 16 سنه في النادي القديم بتاعي. يعني انا اوريدي الحمد لله ماشيه في الكارير دوت. ان كان حتى كل التمارين اللي انا بتمرنها بدونها عندي، بكتبها عشان تفيدني فيما بعد ان شاء الله في شغلي. فاعتقد انا هكمل ان شاء الله، وان شاء الله مستنيه بس اكمل مسيرتي في الهاندبول في اللعب، وابدا ان شاء الله في الدورات التدريبيه وكده، عشان ابقى نفسي اعمل حاجه كمان في كمدربه ان شاء الله يعني. مروه انا عارف ان انت ملتزمه يعني سلوكيا واخلاقيا وصلاه ما شاء الله وانضباط 100 فل و14 يعني. هل حصل لك اي نوع من مشاكل من ازمات مع فتره الارتباك اللي كانت موجوده في فرنسا؟ والله يمكن الحمد لله، انت عارف ان انا يمكن من منطقه شعبيه، مساكن زينب وسيده زينب بشرف ليا، ف دايما متحكمين بالعادات والتقاليد، فالواحد على قد ما يقدر بيحاول ان هو يبقى قريب من ربنا. يمكن بالنسبه لي الصراحه انا بقالي 6 سنين في فرنسا، عمر ما صادفني مشكله سواء عنصريه او اي حاجه. الا طبعا مؤخرا في موضوع اللي حصل في باريس والتفجيرات اللي حصلت، وكان في ناس بتقول ان في باسبور مصري اترمى، فاهم، كان في كلام كده لغط يعني. يمكن انا كمان كنت متفقه مع معد حضرتك استاذ وليد عبد السلام ان انا كنت هعمل فقره تصوير عن اللعيب عندي في الفرقه، يقولوا يعني ان احنا نزور مصر واننا نشجع السياحه والناس تاخد ثقه في مصر اكتر. لكن للاسف بعد التفجيرات اللي حصلت دي الموضوع كان صعب شويه. صحيح. لكن ما صدق لكن ما صادفنيش الصراحه. بصراحه شعب محترم جدا، ناس محترمه جدا، الشعب الفرنسي يساعدوك يعني، ناس صراحه محترمين زياده عن اللزوم. صراحه عمري ما قابلتني مشكله خالص من اي نوع. حالتي انا حتى بصلي في اوضه اللبس قبل الماتش، بيقعدوا يسالوني بتصلي ايه، بتقولي ايه، بتعملي ايه. حتى انا بصلي لو مشغلين صوت عالي ولا مشغلين كاسيت او حاجه بيطفوها. ناس محترمه جدا الصراحه، ما قابلنيش اي مشكله خالص معاهم يعني. مروه لسه بتتابع النادي الاهلي ولا الوقت مفيش متسع؟ لا طبعا كابتشوير ازاي متابعه، ما اقدرش. انت عارف النادي الاهلي حبه بيجري في الدم، ومش كلام والله. انا ما وريش حاجه غير الاحتراف وشغلي وتدريبي والنادي الاهلي طبعا. متابعه ومتابعه بشكل كبير جدا. وبعض الحاجات الصراحه عارف الحمد لله النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا. لكن ده اعتقد ان هو مضايق ناس كتير قوي. مش عايزه صراحه اذكر اسماء، لان انا
شفت مداخله كابتن عادل تايم مع حضرتك امبارح اول امبارح. احسن احسن لا ما فيش اسماء. لا مش هذكر اسماء طبعا لان مش هشهر حد عندك يعني في البرنامج. بس انا بس كنت رساله لاخونا المبجل بتاع رمضان المسنن. والله احنا بالنسبه لنا حتى ان كان رمضان صبحي مسنن هي مش ازمه بالنسبه لنا، ولا رمضان صبحي هو متقدم لحد عندك في العيله احنا بنكشف عليه مثلا. رمضان صبحي موهبه مصريه لازم نحافظ عليها. رمضان صبحي اعتقد يا كابتن شوبير ان اخونا المبجل اللي اتكلم عن رمضان صبحي دوت، رمضان صبحي في ماتشين وهو عنده 18 سنه جاب لمصر 4 بونت في تصفيات 3 مرات على التوالي مش عارفين يوصلها. اعتقد ان اخونا المبجل ده ما في حياته يا ستي كلها يا ستي يا ستي يا ستي خليكي في الجميل، خلينا نفرح بيكي وان شاء الله هنكلمك وانت كسبانه وانت منتصره. بشكرك يا مروه، وعندنا صوره ليك يا حلوه يا ريت تحطها بس قبل ما نقفل المكالمه مع مروه. صوره هاني بعت لنا مع كابتن طارق سليم، يعني دي كانت في زيارتك الاخيره يا مروه؟ كانت في زيارتي الاخيره، يمكن نزلت 10 ايام في شهر مارس. مش قادر احكي لك والله يا كابتن شوبير، اول ما شفت كابتن طارق يمكن انا بصت ايده وبصت راسه. الراجل ده تاريخ بالنسبه لنا، الراجل ده اسطوره. يا جماعه من غير ال سليم صدقوني احنا يعني ناس كبيره قوي، ناس عظيمه جدا. كابتن سليم ربنا يديله الصحه وطولة العمر يا رب، رمز من رموزنا اللي هيفضل فوق راسنا العمر كله. احنا نادي وجماهير بنحترم تاريخنا وبنحترم رموزنا جدا سواء كبار او صغيرين. نادي الاهلي من اكبر الانديه في الشرق الاوسط، نادي الاهلي كبير بلعبته وبجماهيره وبعظمائه، النادي الاهلي هيفضل فوق الجميع ان شاء الله. بشكرك مروه وان شاء الله نبارك لك وانت كسبانه. دي صوره مروه مع كابتننا الكبير كابتن طارق سليم. على فكره كنا بنعمل كده لما بنشوفه بنبوس على ايديه وبنبوس على دماغه، ربنا يشفيه ويعافيه، وهي بنت بره من ابناء النادي الاهلي مروه عيد. كان لازم يبقى اطلاله كمان على ابنائنا في